بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرقة وكيشن يطبنات كمدة تعذير الفقهاء من تفريط السفهاء في مسائل الأسماء والأحكام مسألة دي أنا قد بيس إن شاء الله تعالى فرقة دي إسلوى السعودي أي ممانت إن شاء الله تعالى وكتل ما ميناه، ومسألة الصلاة خلف مستور الحالي من المسلمين. ومسألة بدن أو طلبة أيو أهل العلم قريب كهيسة لأن الأسبوع خلاف سنة هاي واقع أيو حالة المسلمين مركا يكون ليه نمك اللي بطبقة هاي لذلك قارك يكون وريران مركا وحين مدن تهيئون وحون لغير هذا الله ضبطيه مسألة دا انت لا أوده انت نمركا نوقد قلين مسألة دا معدة أما قلت هذا قول لك مستور الحال مركز نسومر أن مسألة الحكم على الناس كفرا وإسلاما مستور الحال لنبا الليل هذا ومستور الحال يمجول الحال وأحد كأن لهين لغو أغين إسلام نمو إيو قال لما من نبا مركز الوضع مصطلح إنه إسقلان وإسقلان كان لغو خلط ما بضان مركزي كاس مجهول الحال بالليلة ذا مجهول العين بالليلة ذا مستور الحال بالليلة نين كآن أيسا كم موقنين أستان إسلام يمد قال لمو من نبا كان وين سوى مرة طبعا أي اللو حكومي جري كل بدارتا أما عد للراعين يبا مستور الحال كهنا وكدو من يهي كيا سوى مرتين مستور الحال هنا وحلو جيدا بحثي فقه كتاب الشهادات كلام مريه مخاتيه قليه يا مرقس الله قبنيه اي فقاد وكاله جرين اما اهل الحديث كمصطلح اما علم الحديث مكان مريان باب الروايه عدل يا ليالا يا حديث الله قبنيه شرط عداله بحثي كجري اي اسكو خلاف جرين فقه هذا الاصل في المسلم عداله مسواء الفسق من سلمه هو الا سوى دليل وبانتهي نينك هذا مره لا هذا مستور الحال كه وأنك قال لما يحمان يفسقنا هذا كوغي عدالة يتوصنان يعقيد وناك إيو دنبي كبيرة إنو سنكود عين صغيرنا وسنجوكتين هذا كوغي وعدالة باطن كاهد إنو مسلم يوالوغي والارك وكاتو كان يسومي صلاة يقران كأخرنا إيه علامات الإسلام كم وقت وردان كان مكان لغي إيغو ومعلوم الحال لكن ما دام عدالة دي سهوسان لأغي ونين مرقس اللي قبانا يمي هاي نين حديد كي سلع عسكانا يمي هاي أن لأغي مركز وحال لك هذا مستور الحال وأن من ظاهره الإسلام ولم يختبر حاله من حيث العدالة والفسق مستور الحال كاس هذا اللوجه ده وروح ظاهر الإسلام وكم وغضه إسلام نميس اللي هاي لكن هوسهان يقنت هوسهان لقوى رقبين من عدل أها مقبول الشهادة والرواية مية مسوى مردود الرواية والشهادة من كاس أن باطن كسوه سلقا ورقمي إن عقيدة وناكسن لقو أغي حمان أن لقو أغي فسق أن لقو أغي هوس وناك هوس إيو وناك يحمان منا أن لقا ورقمي كوركي إسلام كي نواء يو حالي هذا هنا مكين مرة إنه مستور الحال لابدا مركيان لسكو خلدين أدبا لسكو خلده إذا أنت مركي إنه كجذبنا وحين لنا هاي أصول دورة مثلاً سيلو فهمه أصول دورة أو إجماع عيادة مدك أصل ككوبا مقال ديرون كقرية دكور سأل لي ويدي بداية السبيل بعض إخوان العرب سووا ديان جزائريين بمعروف محسوستي أيان سو خلاصي هذا الكسو فافاسن بداية أقول لابتا بحثيات ودربا كتيرة ومثلاً قصة بسنيد ويحي مركا أنكو دري خلاصية رمبر هذا إذين شيئية مسلمين تو حيسكو وافقين ويكو إجماعين إسلامكو أهل الإسلام كونوا حيسكو وافقين إمام ماذا يرتعى الصلاة وكلا أما إمام ندو وين خليفة مدحوينها مسلمين تو كلا شرط يسوى الإسلام قف أن مسلم أهين إن اللي قدبت تكذا ما برنانو إجماعا سيدو كلا قف أن مسلم أهين مدحويني مسؤولين ونقن ما هي إجماعا أصل كالوجه مع فروع ليس وحاكم ذا منع الصلاة خلف الكافر وعليه ميتا إن أن قال ود بتكون كريم حقا أن ود لتكون كريم إن ود بتكتو إن ود لتكذوي كل دوين
مركو دنتو وينكو دول دكانينا مركو نول يهينا وادو تكشو مركا أصل قال لغو إجماعي الإمام الصغرى والإمام الكبرى إن لو شرطي الإسلام وحكذا لنا يا لا تصح الصلاة خلف الكافر وعليه ميتا إن لغو دبت كان مبنان وقال كدنتي قال كنولا إن لغو دلت كان مبنان هاتو دنتات مسألة إجماعي وي كافر قال لغا الله ينوى كافر كفر صريحة كتشرة أما آن منتصب كباء هاي ان اسلام هو نسب شيء سيده هود النصارى مجوس البوذيه اي وحل المال اما كفر الصريح كجره سيده ري بني حنيفه كلي وحل المرتدين تي تاسينا اسلفنا الى اصل كوين سيده لوغا اصل كلبات مسيطو حكو اجماعين مسائل كخلافه اي اجتهاد اما خلاف قصايقه وكفريه اي ائمه السنه ودخيه مالكيه شافعيه حنابله حنفيه ظاهريه الى اخره ودخيه صلاة لغوما كلا قوستو وشافعي هو واجب انو كدب التكدو مالكي مالك انو كدب التكدو حنبلي حنبلي هنا كذلك على غيري خلف غيره مسائل كائمة السنة ودحية اما الائمة الاربعة يوحي الله المعنى ودح الثوريين تي جريريين تي ظاهرية دي مذاهبتها السنة مسائل كفقية اسكو هيا هذي امام كي امامون اسكو كلا ارتدوين إن الصلاة كوكا لغوستان مبنان إجماعا نينكي أسوغو مالكي لها شافعي كدب التكن مايو أما أسوغو الشافعي لها مالكي حنابلي حنفي كدب التكن مايو ومبتدع إجماعا وانين بدعئة وهوش خلا إجماع المسلمين تخلافي سيدا درتيت الإمام الشافعي مدينة مركو جاقاسية أصحاب تيسو وحي كدب التكن شرين أئمة المدينة المالكية وبسنك لا سرا ولا جهرا آخرين الحمد لله رب العالمين كب الله بي بسنك ميسا أخرج لا سرا ولا جهرا مكم مصر تق إمامك يا أصحاب تيسو أئمة مساجد ومدة كتو جنجر وحايا مالكية يا آية أصحاب مالك باميشا هستي وآدم بانك شافعي كبير لقني وانا منك فدلو عني إلا هذا بمرك شافعي وحقودن باي مصر حنفي أسكوها يا مالكي حنب لقما يقانو إلا نادرا إذن مركم مصر تجينا السدوك كذلك الشافعي وأصحابه حكدوا بتكنجرين خلف أئمة المالكية مثل هذا مركب ومثل خطر إسكو هذا عامضة يعلم كشيء يطلبوا العلم الصومالي ذا بحثه وكم قنياه مثل شافعي الشيخان أما أشعري أما الصوفية أو كل هذا أركي سام سادة هذا بتكم حياة بسنك بيكتجان كوه هذا أركي سام هيب اللد بتكم حياة لي وقنوضة صلاة الفجر بقنوضة سمي دارك أقون طرح الله بطل نعبا المسائل الخلافية أردح هي مذاهبت مبنانو إلو خلق وسط صلاة مسلمين تكون جمعية جمعية عيادية صلاة عشان تاوي إسك إلالي وفقوا حمو وحقبوا إسلانا المجرو الذين كنوا هرينين كونوا مكا الضبالة دي مركو سوفية دي يكون مشركين تبا وركو انتا تقود دياتا إذن كنا هلاك عينا هيب اللي ودبتو محايا لي اللهم هدنا في من هديت الى هذا اسك الى لي لبي اصلوا اجماع عن دين شيغي او خطر اسك وين ادغتا اصل ك لبادي ارعى وحوي ادين سو شيغني كافر كي كفرا صريحا كفر صريحه يا كفر ماليا اما تاويله وفوق لبرتين ادخ وكا نقن ما كما سبق وحال لي اردغه ودرنت هي كما سياتينا شيخي ودرنت هي إذن كي هذا كما سبق إذن هاي ستا مركا وحن سوام الرئيس كافر خوفك الصريحة إن أي سنبناني اللي قدبتو كذا إجماعا نينكي قدبتو كذا حمدا أو قدبتو كذا صلاة دي سماء صحيح وباطلة إنو سعي وواجب إجماعا نينكي أسقن أغين قال قدبتو كذا مودي مسلم وكافر كفر صريحة مسلم بعد مودي سيخ بعد قدبتو كذا أدو ذا تبليغ مودي ويدعي كرتها هذا كنت كذا كور إلا قولي وحاجر تكذي كون هذا ميشن بنجانا أكتئذ إيشي كلها معبدك معي هاي بيرليا ميهم بيرقولي أن نركع حجارا حدا هندي كسر شيء ده أحمد ديانا ولا إلى هذا أحمد خان إذا كيسي ضعيف إذا إنجليز كسر ميسن شري وكبا بين المسلمين تهندي كذا قال لهم
وكفر كفر صريح نبي كلي أمن سنين وصوب حدونا في آخر الزمان وحجمي أو نبي قاناي شرع النبي قانا نسخي أمن سنين وكفر كفر صريح هوي وكود دبتو كتادو أمود هاي وذات شيعو زيدي أمود هاي إذن كأسقا صلاة دي كود دبتو كتادو باطلة وأن السوحل على رأي جمهورها العلم مزني أبو إبراهيم المزني يحيى بن إسماعيل يرق يربع قبة هدي خلط أهان أتقال ود بتكتو صلاة ده ويكو أصل من سوء الليس وحكاب رئيسا ومركات قص ود بتكتو أقول حلاته وذات كابو عبيد الجبيري لو المالكي قال صدح بقص دواتني دواتني سديد الدنتي مكوكها الله هي إن أي سنبنانين قدري إن ود بتكتو معتزلي أي علي وحور فهو في معنى الكافر الذي لا تجوز الصلاة خلفه اتفاقا ومن صلى خلفه وعاد الصلاة أبدا التواصل بين مالك بن القاسم سبحانه الله صدنات كفيرية معناها أن كربوا حاوة إجماع وكوغورن أيوك بحكو سيدوك على إجماع سوغوري قاضي عبد الوهاب بن إسماعيل قاضي عبد الوهاب أبو نصر في عيون المسائل وحور وإن صلى مسلم خلف كافر عالما بكفره فلا خلاف في بطلان صلاته وإن لم يعلم كفره فقال المزني هي صحيحة كما لو صلى خلف جنوب وقال باقي الفقهاء باطلة علم أو لم يعلم أدفانتين بلا تخلاف كما يشاكو السيرة قضية داس مركة مركة أنه قد تقنوح وصوشي القرافي في الذخيرة مجلد كلابات أصغونا عيون المسائل سبحان الله بقول صدني يلعبت كفيرين كرتان قرافي ذخيرة دي اسم مجلد كلابات لابد بقول فرطني يكو أبو عبد الله المازر وحكسو القوري إنو يري والخلاف صلاة قالوا يكون طبعا صحي سيكون طبعا صحي وحلق أهلا وكافر كي كفر التأويلي مآلي أما كافر كفرا صريحا خلاف ملها والخلاف في البدع والأهواء المحتملة قولة الكفر وأما الكفر الصريح فلا يصح الاختلاف في الإعادة والخفيف الذي لا يؤول إلى الكفر فلا يصح الاختلاف في أن الإعادة غير واجبة وإن كانت الروايات وردت مجملة وروايات كي حكى الله يا المالكي ذكى الله يا قضية داسي الكاسين كجتين أنا شافعي ذا أبو القاسم الداركي أبو القاسم الداركي أورن تيسدح بورتواتني الشنتي من أصحاب الوجوه وأنا شيخ الشافعية بالعراق في عصري بلا نزاع بحثي في عم بولي وكهلي وعزوجري رقي الصقة وحكبرت مباشرة أو واسطة القاضي أبو طيب الطبري وكمدي هاي وحون يلي أهل المذاهب على ثلاثة أضرب شافعي سيو تحقيقي مثلا وفرساته وحور مددك مذاهب خلاف سان إسكالي صدح درجين نوتشوغان هذا شافعي أنه يتدخلنا خلاف سان وصدح قيبوت منهم من نكفره مدان قال يسيني كوحن وحكما ومنهم من نفسقهم يقول يأن قال يسينه ومنهم من نخطئهم يقول يأن أواد خلدنتين من نخطئهم وكوما وخلاف كفقية خلاف كفقه لا يقول مذاهب تدحيون وحوش يجي مرك فمن كفرناه لا تصح الصلاة خلفه منك أن قال يسينا يصدق صلاة كتب أصح ما يسو ومن فسقناه صحت ونكرهها منك أن تفسيق النساء ما ينفسق كحكونا صلاة ضوية أصحين لقد بدتك لكن المتشعر وكراه ومن خطعناه كأصحاب مالك وأبي حنيفة تصح الصلاة خلفهم ولا تكره قلها أن لين واد قفتين رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب شافع وركي سوى يحول قلها أن لين واد قفتين إن تفسيقين إن قال يسينين كدب تكتكوذ وبنائها كرهانا معها صلاة ويأسعين كدب تكتكوذ مختصر شرح مختصر المزني التعليقة الكبرى لأبي طيب الطبري مجلد كصدحات لو بقول كنت أنا سديت كفير يا بحثي قاسم قرافي وحكسو يا عبد الله المازري بحثي قاسم حكوت جرا روضها تلقين كشرح يسا بكوت جراي وحولي قد حكى الإجماع مازري وحكى قد حكي الإجماع عفوا في الصلاة خلف المخالف في المذهب إجماع وكوب من تمين إنك مذهب كل دوانت مذهب كفقي على قال الله يا إن صلاة الود بتكذو أيكو أصحي سوء إمام كون غنكرو إن أي تاي مسألة إجماعية وإنما يمتنع فيما علم خطأه قطعا كنقد قاضي القاضي نينك أكتها إنه قفي سيد ضروراء ما يقين ما قطع سيدة مسائل كقاضي حكم سلقو برنشري أي إمام كان لقاء قوصن كالصلاة أما بحثك فقه كالي أحنا لقاء قوصن كالو
قضية داس وأصل أصلا مهمة أصل كلية صدح هذا إرعى وحاوي الصلاة خلف الفاسق لا تجب وإنما اختلف الفقهاء في جواز الصلاة خلفه تانو أقعد إنك دو فاسق ياي خمر عبا ربا لغوغ ياي بنتو قوتا وحم بغن ياي فسقي فسق الشهوة لغوغ ياي ذنوب تا لغوغ ياي إنك النوع عاسا إمام كالراتب كأما الراتب أهين إنه قد بتوكد واجب معه لا تجب الصلاة خلف الفاسق إجماعا وحال اسكو خلاف خلافي ما بنانته من سبب بنان فقال افرطوا حسكو هيان ما بنانته هاي من سبب بنان لكن احد مسلم وقبه امامك هذا فاسق ياي ان لو دبت كذا صلاه دي واجب مجره فرق بين الوجوب وبين الجواز فقالوا الجواز كم اسكو هيان وح وجوب قبل مجره اجماع قرافي بس وقوري يا شيخ الاسلام تيميه ابن قدامه وسوقوري قضية داسي مركا إنا إسكو أقاد بناني دي دبال إسكو هيا وبنان تهي ما بنانو يو أصحي ساي إما أصحي سو مالكي دون إسا أصحي نبي أبداً أنك شافعي دون أصحي سو بنان تهي أبداً ناي حنا بيون تفصيل بي قبان تفصيل بي قبان إي حنا فيه دو قضية داسنا ينوا قضية مهمة وحاسو هاري مبتدعة مبتدعة واسو هاري المبتدع مبتدع وان والله وقيبود بدعاء لغو تكفيرنا هي بدعاء لغو تكفيرنا بدعاء لغو تكفيرنا بدعاء لغو تكفيرنا كاللغو أقيا هاي تكفير كن أوي وتكفير المآل تكفير أهل الأهواء واللوجدة تكفير أهل البدع والأهواء اللي بيع بدع صغرى وخفيفة كالإرجاء والوعيد إرجاء فوق هذا يوعيد كخوارج تهراء ذنوب تتلقوا تكفيرنا صلى الله عليه بدع الخفيفة اللي يقالها كوا النوع عاسى أيقو إلا قدب التكيين قدب التكيين ومسألة خلافية ومسألة خلافية أهل بدع أهل الحديث واسكو خلافين فقد واسكو خلاف سيهين وحان اللوب بدن يهي إنا يبنان تهي الصلاة خلفهم مع الكراه الصلاة خلفهم إنا يبنان تهي مع الكراه هادي أدن هلني إمام سني أنا ويبنان تهي بلا كراه بحث قال كاس وكاس يبكون مريا وحقوص وري بدع وين الغوغو تكفير انه تكفير كي معالجة تكفير كي معالجة سيدا بدع دي أشاعرة بدع دي ما تريدية بدع دي معتزلة دي وحلها المال كوا أيغو وحلو بدن يا أصحاب الحديث فوق هذا إني سنأسحي إن الصلاة خلفه إلا لضرورة أو لخوف كوا أيغو الصلاة كما طبع صحيسو لو ما دبت كان يو هذاي دنتانا لو قد كان ما يصير اللو بدايا أما تعزير كذا أما حكم حقيقة كذا هذاي لكن ضرورة وعاته مثلا جمعة دي عيد أيها الإمام كأه أيها الدولة الحكومة وقضادي وأئمتي وبملحويني جمعة عيد ملك لو كنت كتنا مهما يصير إن ولدت كان عيد لما سعري لكن جمعة وات سعري أفر ظهرة تكن مكة هاد وقول قال تماط وضل إيه كعب سين مسال كلا أفر تسكت تكن ب مركل الكلا ضرير عيدنا لما سعري ويك ديس هي الكاية شعار كاسن كرمني صلاة دي شن تي كلا كوس عري لقد بتكن معي اللهم إنا كعب ستموي وتك جوزة توي بنجاني بيكو جيني ويكون بقرة بهايا بيركي كاحن شرنا يا مركا يضا وحوانا سنتلتو كتو هدونا سوعي لسرعة هذه إلا وي أصحي ما أصحي بالسكو هيا خلاصة ذو قوت وإنت فاسق وإذن شغي أهل البدع تفصيل بان إذن قلي كافر كصريحة كفرا صريحا ها قولا واحدا أيام ميشو كتشرة هل خلاف بس أجروا مركا دان أغيين وقال لي هاي اتكو خلدنتو وجمهورته دين صادق وباطل ولا سعين قلنا يدهن لما سعين لي محاكو صاري مستور الحال معلوم الفسق معلوم البدعة هي التفصيل كي ونسلفها لنا إلى تاي مستور الحال باكو صاري مستور الحال إلا ود بتكذو إنا يبنان تاي ومسألة إجماعية مستور الحال مستور الحال كيها وروح إسلام كيسلوغي هاي
وحين تقدم بينا أن لجهينين حماني وأنا كلاج ما هي ونن كريب الكور نيو ما قانا جماعة مساعد كوي وأنا سنقانا وسطون سنة نيرو وده شغلنا وأنا وده تكن ونن كسي هوس وحمود يبان كرا ورموي بقوله أما ندي الزكور الله أعلم بقوله منن حمبا ونيو أنت وحقدر كما أخان نن كانوا وأنا الصلاة ندرس بناي أنت سنة سنقانا وأوده تكن جماعة المسجد جماعة المسجد واتقانا بيلات نيكا نوع عسل يا مستور الحال نيكا أسقى مستور الحال كا إذا حبك كور قبين إذا حبك دون كوغن وحن إسلام كا كورا كا هاين اللي قد بتكوذو أو إمام أقول نغن كورو أما الراتبان نغض أما غير كان نغضي ومسألة إنا يبنان تاي إنا يبنان تاي ومسألة إجماع نيكا يدا ذا كا اللي قد بتكن مهيان ومبتدع باتفاق الفقهاء اسكا إلالي تدكا مسلمين الدنيا الروبان أيضا قال لما كوغي وانا كلا إذن كوغين بدعا إذن كوغين فسق إذن كوغين وإسلام كأي موجسان كبدا إذن كهينين إن الكدب التكتان ويبنان تاي باتفاق المسلمين هداد إيه ترادان أنقر وحان لينا إيه سنة نيمت كيني إيه بان لنا مبتدعاتهين أهل البدع بانقونيسا وركاينة فانتان سكود دايا شاول الإسلام ابن تيمية قد يضع مركو كهلا يحولي جمع المسائل كا مجلد كا شناص بحضر صدح بقول عفوا الله بغو تدوات نصدح قد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة أو إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفي وعامل الصداقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجوز للحكام أي القضاة أن ينقض بعضهم حكم بعض بحت دير بمركة لي وكسي هذه خلافيات كفقه قد حي أمته وحوكو قبل قبيلي ويري وقد كان الشافعي دائما يصلي خلف أئمة المدينة وأئمة مصر وقد كانوا إذاك مالكية لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه مالك وأقرانه وهو دائما يفعل ذلك لحكم عليه بالضلال وعده هو صائر الأمة بعد ذلك مخالفا للإجماع أصل كي يرعى وحاوي هذا الكادر حرط ويفهم إساء إذا نحرأ هنا الهجومة تلقلين كلمة ده ليس لك ولا لأصحابك هو أصل كأفراد علماء وحيكو إجماعين ويشكو راعين عدالته إمامك إنه عدلي هاي وشرط كمال واختلفوا في كون شرط صحة وبحثي أنقصه شيري باكوتشرة ومستور الحاكم يشو كبحة هاي وهي إنه ننك عدلي هاي شرط كمال وهي ما شرط صحة لإمامته وصلاته ما صادرت وحول الشغل الإسلام وقد يدكها الله وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين وهو شهد إذن شيء هاي فمن قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين أربعة وغيرهم أو شمركات سكيل هذا كان مجموع الفتاوى مجلد كأفراد شنبقول أفرطني لبو كتشرة مركلة وحولي إسلام مجلد كلاواتني صدحات صدح بولكنتن يكو يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة
وغيره من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتماء اسكو حرا شدو شرط قدو ما أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ومسألة إجماع بين أئمة المسلمين مستور الحال اللي قد بدت كذا أصو ومسألة إجماعية. فاسقي أنا دي سو شيء إجماعي كتير عن حسوسي كلية قرأ في مجلة كلابات ذخيرة ذا صدح بقول عفوا لا بقول صدنا يا سقال، ولا تجب الصلاة خلف الفاسق إجماعا وتجب عليه ميتا. وهذا الكيسي معنوه هو محي معنوه هو حوي فقهاء وحسكو خلافين وسكو ما عندافين فاسقة ملود بتكون كرام من سمايا، لكن وخلافة كما جرو إن أيسا واجبهين كود بتكت كيسو، لكن أصوها ضد انتو إن لود كذو صلاة الجنازة وواجب ولو فرض كفاية على بعض المسلمين. ابن حزم قضية دامركو كهل لها يي مستور الحالكة أما فاسق يوحي لها المال يقول لها كف كجوست أسوق بدك لو بقالو حيلي وأسوق إجماع كلو سوق وريانا هذا الله يابي دونتا. الفصل في المال والنحل وحيل مجلد كأفراد بقول صدني الشن، وذهبت عفوا وذهب طائفة الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم وجميع الفقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم وأكثر من بعدهم وجمهور أصحاب الحديث وقول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها. وبهذا نقول جواز بك الله يزمارك أصحاب أردن بجواز كنت قي بوري فقهاء التابعين أردن بجواز كنت قي أئمة أصحاب الحديث بضن كود بجواز كنت قي خلافك حكا تاغي هاي جوازك اي وجوب حقبه ما تشير فاسق مراد وياه وحور. وخلاف هذا القول الا اذا هذا فاسق اللي قد بتكده وواجب وواجب ايوه صلاه اللي قد بتكده وباطله مثلا سوى سوى كوده. وخلاف هذا القول بدعه محدثه فما تاخر قط احد من الصحابه الذين ادركوا المختار ابن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجه أو الدلجة وغيرهم وغيرهم عن الصلاة خلفهم، وهؤلاء أفسق الفساق. مالك دنبوك الله يا ابن حزم أشس مربض دنبوك خلدما مختار بن عبيد وأقوه النين صالح وقيمة بدن باللموذي، ولذلك صحابة قار قطبة يكوك تسومي. كذلك عبيد بن زياد حبيش بن دلجة سيدو كالي آخر كدنب مركي متنبيين تبركو النغدين بركنا كفر قد أوح عدادي سلف كبرناك كمارين صدرت يدولك يا علاء الدين ابن قليج المصري يحنى في كتاب الشرح للمناجة وكل نقضية وركان ابن حسن وعجلي أول الأمر بحقق أسقاطي آخره هوشان ووصم ابن حسن ما ينبغى نسكي إلالي. سيدنا ما نقطه وحاوي خلاصه هذا الكلام تيمي أن قتمها يا أول ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وابي حنيفه وحوي الصحه ساسوري. مثار الخلاف هو محي منات كوفك الدوليس وحالو اجماع سلف كو اجماع يعني يا فقهاء النقص الديني يؤثر في الامامه راوع الديني دكو غاره اما فسقانا كو غاره اما بدعانا كو غاره الدين تاده راوع غاره كو سابسن فسق اما بدع كو سابسن و خو سامينيا او دخريا امام نيماده هذه صدرت نقص الدينية ده كوجي من مرب وحمن عنا يا اللي وجوده بتكون إجماعا صادرت وحكو إجماع فقاد ونن كان فاتحها سيح كرين ما بنان إنه إمام أن نقضه نن فاتح غي قانا ما الله يحسن قراءة الفاتحة إمام أن نقون كرانين أسوق قارئ القرآن غي قان أبدا. هوا شو مركو حكت دول إيسا إمام كأي ما أمومك الصلاة ضوض مسكو حران تايم مسوحك سكح حران متشرو نول بتيسو جونه وطهاي فقهاء وحي ايغا يانا معلوم فيرنا يان وحي دين صلاة دا امام كا ايا مامون كواح اسكاقا حران مجشورو هيقي الكاس مسلمين تن بالله بادين ايا اجر كن بان بطان اينا شعار كا اسلام كا جماعة دي واجر كان موجر اينا بيود الله بان عمر اينا سنة الاسلام بان توسيع اينا مويني صلاة دا ايدا ايا صلاة دا ودا كان امام كا واح اسكاقا حران اما اسكاقا يلا ما عركي تاقاي وليها مركب حكولي وان من كفوضي انت بدن أي مدى وحكا خلدان يأين لا يسكي قد بتكادو محايا لو حسكي قحرم مجريان ومركا يوقع على وحيليين وحيليين كل مصلي يصلي لنفسه
فتصح صلاته وإن بطل صلاة إمامه. مرقس ورنا ين من صح صلاته صحت إمامته. لإنك صلاة سوء صحته إمام نبي السنة هذا صحيح صح. إمامك إمامك وكل جايين دن كلام بقى ده حسين من صلاة ضوضو إسكو محل. إمامك صلاة سادي برتو وقشي جاسك وطلا أنا جوا إحنا جوا خسي الله مار. وهذا أنا وحيلة ين صلاة إمامك إمامك وإسامين إس. وحبها كده حي عيد بكده حي هذا نعيد كده عيد محاسكوا يا كني كلي صدر تقوليها وقوليها أنت بدن أيو كنت تكسى ده صلاة الإمام هذي دعوة جاره إن لا إذا هذا إمامك ما ممكن دعوة بجار أيه مرك قال كلفة أيه صلاة سنة برت أمين لسعره أما كراية تحريم إيش ويمات المهم محاربة إن نسلفها إنه أهل البدع أتكو أركتين ويرون الصلاة خلف أهل البدع إيه لا يرون كتب الاعتقاد أصحاب الحديث لا بر رأيه كذبون بالسوق نيد هذا أصحاب الحديث وحي قبان إن أنا هالبدع لقد بتكنين ولا حقنا وحركان وحي أركان إن لقد بتكذو إذن لا بد رأي أدوان جمع سال لقاربا نوال علوم دي سي مشايخ دي سي وحقا أركيب وكسو قورنا يا أما إننا وجوب كهلاين إننا جواز أيو كهلا يا أو لا يجب إيو يجوز بيكلام مريان قاب كذو جمع السبب وحاوي أهل البدعة خلاف كجرة وأهل البدعة كفر كجرة كفر جمع آلقة لازم كأه كفر الصريح وايدين سنه مرميه وش عيضة اسكي لالي هل مثلا اسكوك هذا قوليها أن خوارج داما حراق سيدة جودت كأه يدار كسيدة وقوله هبل ومرتد أما كافر محايا غالي كدبتو كذا كفر كدبتو كذا كفر كدبتو كذا كفروا كدبة تكون يهديهن كفروا كفر التصريحة كفر التصريحة كفر عد دوي هاي كفر تكفيرين تاسيبها وجبة إليه ذاي وجبة إليه ذاي وجه هو محمد مسألة دليل كده ودليل إجماعية ومسألة سمعية نينك لو تكفيرين وين حجة ذا لقوا وين حجة ذا لقوا لكن كفر هدوم مآلي هاي وحقب إن أحد لو تكفيري مجر إجماعنا كمان مجر بقى محل مركز روحك وتكفير الناس إسكا إلى لي أو شهادة يعني لو خلط من نكل الله إذا ذو أبو علي الطبري ما يمة الشافعية يا كه الله يبدع على الله الله يو هنا إلا بقى يبغط هاي صدح بقول يكون تنكي بنتي ومن أصحاب الوجوه الشافعية المحققين وحول أهل البدع الذين كره الشافعي الصلاة خلفهم هم أهل الأهواء هم أهل الأهواء كالذين يقولون بالإرجاء والوعيد وفي صحيح يقول الشافعي با يا كهذا إن أهل البدع لو دبت كذا أمو بنينج أضاد مقرش وحكاها الله يا أهل البدع بعضها خفيفة الطهاي سدى مرجاة الفقهاء قليها قبل إيمانك وقول اعتقاد يا وعيد قليها فلين جري سدى خوارج تهوري أضاد كذنوب تكو تكفيرين جري وحلو فأما من يكفر السلف والرافضة دي يوح لها المعنى فأما من يكفر السلف أو يتنقصهم أو يقول بحدوث كلام الله وقليه قرانك ومخلوق له بوجهه أو ينفي صفاته فلا تصح الصلاة خلفهم بحال أما صفات كلاه بديدة سيدي جهميد معزلدي أما قرآنك هو مخلوق بوليها أما سلف كدوريا أما هو تكفيرنا إياه قوليها قبي أهم بصلاة ضوضو اللي قد بتكذو ما صحيح صلاة اللي قد ما صحيح التعليقة الكبرى شرح مختصر المزن مجلة الصدحات لا أبقى كنت نجد الكفيرية قضية أمريكا هالكاس هذا الديرو إمام إلى نيكل أورنجري نيكل أورنجري نوتيميا إن هذا كله قرية في عنتها وحول شيخه ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات ويتكذان لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا مستور بهذا كوفة سرية مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه أو صلى مسلم خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره
فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأمون، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. سود هذا الرحول فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. مجموع الفتاوى مجلد ك صدحات لبب قوليو سديتن بات كفيرين كرتان. هذا الليل وآت قيم بضم بكتر، لكن انتا هناك أقاب صدايا إلى قمان شغل الإسلام من تنهل كسر ليرا قضية داكو سابسا. خلاصة مرك وحين نغطي كافر كا ليقان كفر جيسا كفرا صريحا لقوه جيهاي أما منتصبا نغضو وإسلام كهون نصب الشيء وقت أمي صنون نصب الشيء قلن ما بنانو إن الجودة بتكذو صلادنا صلادود بتكذنا ما أصحي سوى باطلة أم أجو أم هأجانن وإن السعر يس على رأي الجمهور قيب تهضم به خلاف كم زني غير كنا وتصامرتين وحقوس هاري نينك ليقانو فسقي س إمام كمعلوم الفسق يا فسقي الشهوة الفجور كي محرمات كوسميني اللي غلبة الشهوة وسميني كان صلاة الود تكذب ما واجب يسوء إجماعا، لكن سلف كحسكوها يان ما بنان تاي مسو مسا ما بنانو نين كان وان إسلا قرنه أهل البدع باكو صهاري أهل البدع عاني لو الله بقيبوت نين بدعة خفيفة كتيرة أي نين بدعة كبرى كتيرة نين كبدعة خفيفة كتيرة اللي قد بتكذو ويصلاة إن قد بتكذب بنان تاي مع الكراها اللو بدن يعني قولي جدا ما بناننا way jiraan salafka kamid ah oo yiri nimankii oranayay salaada iyo soonka iyo xajka kamid ma iimaanka maqraatoodana qaban mahayo salaadna la tukan mahayo wa turadu shaatum wala tuqbalu riwayatum wajira wa aymatu salaf kamida iyo bid'a kubra oo bid'adi wali ta'wiligan ku jira ee maaliga ahayd sida jahmiyada mu'tazilada ashaa'irada maturidiyada ila aakhiri najariyada dirariyada qadariyada أن كفر صريحة كتيرين كوا أيهو لما بنا إن لقد بتكود إلا لضرورة أو خوف أي نوع أنصو مر هل مسألة سلف كان نقاشونه متك بدعة كبرى كتير إما آلقة هدو إمام يهي مدعوينه أوياي أما قاضي البلد أوياي محال قصة من جمعة دي هي عيدي وحلقه وراء هدو جمعة دانا هل ميلبا لقد كنجر وحانا تجنجر الدولة دا مسؤولك هاي madaxweynaha iyo inta nawaabtiisa mas'uulka ah ciidana asaga baa soo koofay xiran jiray duubka soo qaadan jiray waana jahmi am mu'zila wa qadir am wa ash'ari marka ayada in lagu daba tukado ayaa ra'yi jumhuur ahli ashab alhadith ah waxa isku yan kaliya ma la soo celin salaadi mise lama soo celinay waxay u badan yihiin in la soo celiyo hadduusan laakiin uu sanayn saaxib as-sulta ninka bidca kubra ku jira ما بنان إلا لتكذو لا جمعة ولا عيدا ولا جماعات ما بنان نكو قد بتكذانا وسوء علينا على رأي جمهوري أهل العلم محاي سواري مستور الحال مستور الحال وها قف إسلام موجسان هيا حقنا أن لوئوغين وناك هوسي إيوه حمان هوسي عدالة باطنة أن لهينين فسقي فجور لغموئوغو بدعة لقوم أقوى سنة استقامة خاصة لقوم أقوى حنك أهين الإسلام الظاهر نين كان صلاة إن لقوت فتكذا ويبنان تاي بإجماع المسلمين ومن خالف فهو مبتدع تانا وإسلام فهم هل مسألة إيه هذا هذا الله الشيخ ليه فر بضم بان أخري الدنيا لا كان مسألة مسألة ذكر يسوع ده وحوي بدعة مركي بطانو انتشارا ويأدون كسيطرية أهل السنة محد قنا أي رادة أي متصنة وحكس فقان أحمد حنبل أحمد معين غير كي بكس فقان فقادنا يسوق جوري يعني يا كتب التراجم يا كتب الاعتقاد بقول يسوق جوري وحا في عن روح مسلم كا سلادي سئن أمي الطيو وأسم كتب التكنين إلا خلف من يثق به احتياطا واستحبابا لا وجوبا
sida hadda jirto kale hadda adduunki waxa ku batay albidah ama mukaffiraha noqoto ama gheer mukaffiraha noqoto fisqigi baa batay wax walba albaabada soo jabsaday daaqaday biyo ka soo daateen wanaha farta lagu hayaa marka ayada ah salaadun baa diin baa laga hayaa oo hadda wax fiican uguma soo haadhin ilaahayna asture salaada in loo meel dayo oo imaamaad hubta caqiidiisa iyo wanaagiisa alla aado oo la wareegto ayaa wanaagsan waa istixbaaban wujuub ma aha wujuub ma aha شيخ الاسلام ابن تيميه سيده كفسيري رايي احمد بن حنبل اي اورن جيري واغو هوري وان فودين جيريو روح كاستو مسلمه او مستور الحاله هل ودبه تكدان اورن جيري واما اذا انتشرت البدع مركي فافتي ويادونك سيطريسي فلا تصلي الا خلف من تثق به او تعرف شيخ الاسلام باكفس استحبابا وانا سيده قواعد كينيسو لكن ظاهر الناس وجوبا باكم مغطى لكن تفسير كي تأويل كعلماء يعني ديننا وكلام العلماء ينزل على القواعد على القواعد لأنه شيخ حرمين وجمعيه أصل كي مجمعها وأصلات خلف المستور إيو الاحتياط للصلاة بوجمعين إياه مركا استحباب باك سوبو ذكره وجوب كما سوبو ذكره استحباب باك سوبو فقه لا سميش مركا كتشرة إذن مركا أيضا سيدا هدى جرتوه كلا سلاذين أمي الضياء نيروبي جيس كذا كلا بها النقطة إمام كاد كوكل سنتين صلاة لا هذا صلاة هدي وحكى لأد ويدان كوا مستور الحال كاس كذا علي القبا لكن صلاة دين انت إلى شنكرتان إلى شذا تام عدد معها ومدينا تكفير نيسا والله وكلا با صلاة الله ميل ضيو والله إلى شذا وميل ضهب تلا رجع محيي لي احتياط حكا كيمانيا وحكا كيمانيا بدعي بها فافتو ادو بطاطا امام كان كورتا انا وحا غالبا انو يهي مبتدع منه بتد انو في عين هنا ومحتمل صلاتنا ديما دا يطنك دي دكتا دي ساري انا يكا غدا عيسو كدبا توكا دا امام مبتدع كدبا توكا تنا ومساله فيها نظر مالا ضبط صلات دي انيكا غدا يكا غدا عيسو لا ادو دال انت داداشو استحبابا لا وجوبا مركز سلادين أمي الضياء تضارتان مركز وداد وهابي ومساعد دافا ومساعد كري أسعدي مولع حسابها ساجرة وأسفانا نمريني أدبان سفاني معنى ذو ماها إن أمضى مساعد كترت أي تاي قال إن أي تاي ماها هذا الوح كلو ويدو مساعد كيف فقانا قالوا ويدو أهل الصنوه كوتشو كوة ناد كعب صوت انتي نمضح كسكو سكو جماعة عيست جماعة آديات الله إلى عليه هديك لو أجدن بوحي كانوا وصلاة دادي منفرد باتكن جماعة جماعة بات جماعة بات فوغيسا واتكتجي بدعة كلا تقول لي خطر كلا إيمانيس يان لفوغيسا صلاة الشنطة نكالين أما جماعة هي أعيادي بعد جيد وين ونصهر مرينا بكا نقول ماي احتياطك وحكمتها ورنجر يحن نكلا يحن معين مالينكي معتصم أمام مأمون وبالله بدعة خلق القرآن والله بابا قطمني صدح الآهي وغرس وبلا لكن وحوه مضى وقوي يري بدك أنا كل عقابي وبالله بنا كل عقابه الله بابا قل طمني صدح يجير هذا أحمد نوي معين وقرنا يسان حلقة دنتين الله بابا قل يفرتمي يدي وقرنا يسان صدن سنة كدب مالها تقريبا يا وحوب بالله باي يحن بعين وحول واقو بالله باي ننكاس باشا قو بالله إلى حد جمعة كستون كدبة تكود إمام أما مدحوين هالنقضو أما قاضي هالنقضو أما وداد كركري هالنقضو وان سوعري يا بور صلاة الجمعة ان سوعري يا 50 سنة بور 50 سنة كنتن سنة سوعري احتياطا لسلاته أمدنا ما تكفيرنا يا أغواتا أمدنا مسلمين بيقويهين لكن صلاة دا لهم يلديا أبو عبيد وحي لقى دينو يجري هدي إمام كان نبا صوم عابي نين كان مثل صوم عابي نين كونتنات بجهم يا بول ككونتنات صوم عابي بجهم يا جهم يبا صوم عابي وداد كله مثل سن وصوم عابي إمام كيهور تاجم وسن بروفيع عن لكن وحام عابي
أبتر كيسا وحود تغا سوى مغا عابي شقد سي شقال ايي كنتنات با جهمي صلاة دان كنت بتكتون سوء علا يابور وكي سنغا يدوكنا وحا كنت بتكتان نمان مشركين يمرتدين كفر صريح كجر أي مغا عابي قضادنا هو طواقيدنا هو مرقعين هو دعادنا هو على أبواب الجهنم كنت بتكتان ومركا تكتان ميلها قاركود أد علمين إيسا وحدوه إيسان لما قرنا مددك أذكا قدر إيسان في غلين إيه مدين بإذن قدت هاي أنو قرن ماهي معاكو قصلي إيسان يا انت هنا فانت من المليني سلف قال صلاة دي أدداليان أمدنا ويؤن يعرفون الحق ويرحمون الخلق الليلة ده لا بد من معرفة الحق ورحمة الخلق صلاة هذا طب من الضيض إلى شتنا ومسألة أمضض أنك أحد كنت بين دين تيدي تكفيرين تيدانا ومسألة كالي اسم لها لأسكو ما خبط وذات كي مقدشو شوقي كدلي يي هذا قرب مر تعليقيا أم ملايني حكم كاي سلف كاي صلاة أمي لدي هين بوحو كدر عندي لي إنا تقالت إن كل جنب مركز سلف كوتيري أولي ولا حسان بعيلة قبة لما قبة بريوان كأه الله يا الله قولي جينا بدي وركا مشي قد يدعينا فانتين بانفلية دور هذا لو مركا شو اسمه تيمي أن أخرنا يا كدي ما وان كبح يا كلمة شو اسمه تيمي رحمة الله تعالى عليه هذا الكيس لو حلا ويدين مالي مال ما كم إذا نن خطيبة نو يدبل لو كاسو نو خد يي جماعة مسلمين تكمل وحين كتب التكمن لأجل بدعة فيه أو حال إمام فما هي البدعة التي تمنع صلاة خلفه أي ماذا إن كتب التكمن بدعة ديدة سمعت فأجاب رحمه الله تعالى ليس لهم أن يمتنعوا ليس لهم أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة أفرس من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقا حق ومليهد إن المسلمين تكرهبته إمامك فاسقا جمعة يعيد ومدد تجنيه وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها أو ونحوها لأجل فسق الإمام ما بنا يا جمعة لا تكتكته بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقا وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلى خلف عدل عند الضرورة عند الاختيار أسكو خلدنا بوشيخ وليا عند الضرورة عند الاختيار ويكلا دون تاي خلاف حكتا أغنية أدو هيليك را إمام سنة وفيعا أما عدل إن أدو فاسق صلاة دي أما مبتدع بدعلي ما أدو لكن أضيد الروعة وجمعة دي عيد عيدك لأي سنتجينين قولوا هذا ما يسيدي أمضى الراعي سنة هدو صلاة فقدتك هذيك لو شي سيد قطب لو يستاكو صبح مركا لو حال لو يديي ان لو دبتو كذا امام جمعه لو دبتو كذا امين سن خطبه كو يدي عفوا خطبه كو يدي ان الله تكلم بكلام ازلي قديم اشعر دوي ان الله تكلم بكلام ازلي قديم ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجمعه خلفه ام لا بالليل اشعر شوق الله يا ما تريدي وما يجب عليه محاواج النواة وحور الشيخ الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن هذا القرآن الذي نقرأه هو الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرأه الناس بأصواتهم فالكلام كلام الباري وصوت صوت القاري والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه وإذا كان الإمام مبتدعا فإنه يصلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك ويكال الدوانتاي مبتدع عنها أخو خالد من بدعي أهيد بدعة التأويلية التكفير بالمآل لأنه كافر كصريح إجماع سويدين سوكوري مجموع الفتاوى سيدا كويت وحكروا إلو أما الصلاة خلف من يكفر ببدعة من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس الصلاة صلاة الجمعة خلفه تكفير ننك بعيسى لقو التكفيرين من أهل الأهواء أهل الأواه ضي إطلاقان السلف وحجيدان المكفرون بالبدعة أو غير المكفرين بدعة كجري تكفير كذو نقونا
مآلقة لازمك لازم المذهب هوشا ولقا كخل دمين قول يا كخل دمي واوين وهاد علماء الشيخ دكاترة أما أطراء هوشا إسكا إلالي بحثك الشغل الإسلام أنت كتب تكجر وكاغل تكفير أهل الأهواء ومسألة فيها اضطراب بكورونا وحكى الله يا التكفير التأويلي هديك كفر صريح قول يا كتب كورونا يا أسوق وقال والمتوقف عن تكفيره فالتكفير متعين قل الرافضة أويلي قل غرابي اللي ورن جري النبي محمد نبي نما أن لو تلقين بس كقاطع وسأكو قاطع جبريل أيا خلد ما يدينا نبي محمد يا علي وحيس كو أكاية سكو أكاية سيد اللي بتو كسكو وجهه علي النبي محمد بقى سكو أكا المدار نواة هاين آد بسكو أكاية كتشابه الغرابي كمشابهة الغراب للغراب غرابي أساسا لو يري غرابي مرقع عندنا وحي وحلوس ودي بجبريل وحال وحد كده جساد لا هذا عالم وطالب مرقص وكلوك في نبي محمد صحابة الله بقى قالوا بفسقاء بيجي هذه قرآن هو ناقص هو وحول الشيخ وقالوا نيجي كشكينا قاليهن بعد ما علم بالحال فتكفيرهم متعين صارم هو كويل هذا ابن عربي الطائفي الطائي عفوا الاتحاد الملحد ويقول الشيخ ننفع ابو مجرم ملوك اماني باتر مجموع بي كترتا نين اهل زود القيام بضم مولاي واقدم حقوق قاري دينة الاسلام كان نينك يقان ابن عربي الطائي كور قبوح كتري اي قالي سين واي اصلا قال هاي وحوك يا يعني اله بينو انكري كتاب القران قبو انكري اله مخلوق واسكا خال دنبا وجود الخالق وحلوه نفس وجود المخلوق waqti waxay la gaadhay suura walba iyo muqaal kasto quruxsan yahay dhahan waa in la jeclaado oo gabdhaha quruxsan waxay dhay ilaahay baa ku dhex jiray waa in la jeclaado hubiga cishqiga gabdhaha la iska dhaxarka biyaha wuxuu yatadaman alhubb alilahi wa ilahi waqti muzunaad bin qodan iyo ibaahiyin wax walba banaysanaya baasho halkaas ay ka timid qoliyaha wuxuu ninka gaalaysiin waaya heen asaga ba gaala sheekhu marka كفار التصريح يوك لقادة كفر المآل والتأويل واللازم دابا جلسكم ماشي أخر ريسوك وهكاك هينا مركز باب كان مرس وينات كلاقادو كفرك الصريح أيو كفرك مآلك ودادو لبضا هذيك وكلا بحواي وحكو هكاك متجرو أنا قصوة شبني عينيكي قال الله ورسدا بالي هاو شو عقادة هذيك وكلا بحواي وحن باسكو حاب قادي بلايا كارا قضية مركو كهلي وشيخ قضية مركو حكيني وأما ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة في رسالة لكن هذه المسألة متعلقة بالتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة ما كفار كفر صريحا مضطرب لغوية والمسلمين تسكو خلافسين أبدا وكفر التأويل قال لسكوية إما آلقة وحول وقد حكي عن مالك فيها روايتان وأهل الهواجي كفر مالك كجري وعن الشافعي فيها قولان مالك لبر رواية وكليها تكفير كودي عدم التكفيرين شافعي لبقه البوكليها وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان الشافعي لبر رواية وشغل قولك وشغل وان قدو ذين أنا شافعي ما أقلين لأنه أشاعرها قولك اللبات حق حقا منتشره قوليها أوجد والود بتكن كرا أما وكن نقاش صلاة وهو كفري بدعدي خفيف كأهيد وهذا سوشا أبو علي الطبري وقصها الله يا أبو القاسم الداركي وقصها الله ينسوا يقول أصحاب الوجوه المحققين بحال شافع مقبو أما من يكفر السلف أو ينتقصهم أو يقول بحدوث كلام الله أو ينصف صفات من صمري فلا تصف الصلاة خلفه بكل حال شافع السداس وقبو وحكاه وحوروا بدعدة خفيفة كالإرجائي والوعيد إذن لبدا قوله تكفيرك قصة بسهدو ياهي قول واحد شافعي كليه هدو الصلاة دي هينا وحوكا لقد بالعادة خفيف كأيوه بالعادة مغلطة دا لبدا يانس كو خلط سيدي دونان نغطيه وحنكر رباينا نكو خلط من مسألة دا أيضا وعين الأمام أحمد أيضا فيها رواية وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل وهذا الكشيخ مسألة ومسألة تكفير الهوى هو استغيسة صلاة دي هولي هذا
بحث دير بيو بانتا يبان كاسو آدو قهل قضيادة نوعي عيانتو كالاقاضي إلا أمر كدن بقويلي أعيان الجهمية أعيان الجهمية سلكم مئسين تكفيرين تشيرين خاطري رمالو دي وصو كردي وحرائنا براوشي آهيد هذا كور أن فهم واي ومرك قارك الشيخ أن عقد أقاضي وذا ديجورين عقد أقاضي برا ما أنت نبروش هذا الحسوس شاول سامي متى حكوا أركي ساسو كورنا يمرك قاركوت سلفكو ما يسن تكفيرين جر أعيان الجهمية كتب العقائد المسند مرك هذا أرك تكتنا حكوا أركي سا جهمية أعيان بدن أو يسلف فوسط كحرقة هيا هبل واقال إليه أو ترنا هيا مقال بان مركو قرى بداية لابكوني سايد طبانكي أفرطاً مبتدعوي تكفيري أنكو سردي مع سرد المسادر والمراجع شيخان أدو الحلية وحان دي دناور كيساس لكن وان احترامها يولي شيخ هذا نجع لها أيامة المسلمين واوين لما نساكتش علىها هذا محسوس بنا هذا بانا هذا محسوس ماذا واوين هذا بانك الله رقه ورنين كان نجع لها تغربين الشيخ وحايسو بحي مركا انو شيخ اوجيدو اعياء خاطره وحيت المانت اعياء الجهميه ان لا جمعيه الربا دقن كسلف كايو يا امام كنقل جيزا شيخ الاسلام تي ما مما يطلق الكلام على عواهنه ومحقق مدققه محرر وي لولا هنا ما ننفه النبا ماذا بالسلف ما نفانش الهي بنور القبطي اسلام كاله كره ودات كان اسغا ايه من ايات الله وي وحايسو بحي مركا شيخ انو جيدو نيو والبو يلا القرآن هو مخلوق أما بدع ذي كفر مالك كل عي ما يسن تكفيرين جرين سلفك قليها هي تكفيرين عين وتكفيرين وانمن أجا حقيقة المقالة هي لازم كفهمي كان النقوم واي أما حجد اللي قلوه نينك وانين ملتزم أو كفر لازم كالتزام حي لي مقالة دي بوغرانايا لو وازم تخدران بوغرانايا وصورانايا والا غلط دودي حجدا لوغو قمي لبا رقيا دوري لو افرتن كاين تريي صدن يستين وكميدا بان ديب اخري طريقه ترجمته دي كل وحي نقدي نمال لا دودي نقدي كل نمال لا دودي وحجدا لوغو قمي وين رقي سرف مغعابه او اوداي او يهد ابن ابي الدعاد احمد ابي الدعاد بش المغيات المريسي شياطينتي ائمه الزنادقه إذن نمان حجد اللقوء للدوضي أو لعدي وحا كرلين ووركوذي وكلابان وايه محان كاسو قينا هل قد تشيوه يا هوشا كفر يسو كفر صرح يسو بدلي داد كان كالي لكن عامدا أما علمات الشيقان أما طلبة العلم إما قال إسكاها اللي القرآن وكلامه وايه مخلوق إسكتها حقا أن أنفان سنة وحا كرلين بمجرد وقصوا بحضر الكاسا ما يسو كتك في رجل بكوضا بمجرد أي ورد كوه الليل ما يسون كتك في رجنا أحيانا الجميسة سكودة لكن نينك كل واقع مع تصوري للمقالة سلف كوي تكفي رجنا سيدة هدي الليل هذا وخضرت إيصو بحي وحينو جمعنا إنا كلام كالشيخ ينقل جيسي يا ممارسة السلف انت سوانيك إلا قمات هذا ديدان وحقب دولي ذهين هذا دي قيا شانا وخير هذا وحا إيصو هاري مركة إيران قبل قبيه ورك ضوائف تهدد شوقه كله أنا سهاي إنه إن معتقدك يا أسد الدين إسكوها إنه وادوكتي مشرك هي كفر الصريح وأكبر أن ينكو جرى معلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعي أو معلوم من الدين بالضرورة أما شرك الصريح كو جرى أسوق وركي ده صلاة باشاكتي هذا ملقاء قالي هذا كتير هذا المران ككينتو قال لي مديس كاس كداف كوا أن قال يسينين أيونا إن اللي وده بتكذا بحث بقى كتير أو ما حي لا بين قانا يقول يا كور قبوا حل سكو هاي أو نينك حال دي سوق أو طائفة وحي كتير توك أو وحي سميا كدي من قال يسين ويا سقونا كويبو يو كحوم ياه وقال هي فرعي ويسكو بابا مريم سواكم مضبع صحيسو كورنا ومرتد كنا ومرتد عوام يا طوائف يا طلبة العلم حزبي يا طريقة يا طائفة اسكا شيك تاجر وحبظنا أن لسعنين
وحبذنا على سعنا كوا أيجا احتياط بعض فمن السلرادي نواد كإلى عشان هيسا إنه ويدان بمويل جمع أكله ودم وحال جرين كرا مستور الحال قلنا مجرد انتسابي إلى طائفة بدعية أو كفرية بشك وين كان إياها لقف قادوا لكن غالبك أن كوغنا وحكينا إياه أكثر كود إنسا كور قبين حقيقة أي طائفة أمن سنة يوحى أمنها تشكاء إيه كفريات كي كتت كمور قبان وحضارك إذا عام يقول وحانا هي سوفي أنا سوفي بعض الله شرح عبدالله ترى حلو سوفي يدو وأنا من أهل الله أهل الزهد يأه هبينك خلوية وردي بضن صلاة الليل كتكذا الدنيا كالزاهدة إسئلالية وكوها دوا بأهل خيري وصديقين كواس أنا أقول حنكا علينا سوفيو مشركين وزنادقاء إذن شيخ الإسلام بوحالي لفظ الصوفي كورا ننكي ملغو تكفيري ملغو عوري لفظ الصوفي ومجمل فيه إجمال يدخل فيه الزنديق والصديق بور إذن الرد على الشادلي بكشر حامز لغاية وين أدفانتها ضوائفتها ضوائس كساعة مثال ير ومن بحثك حتى شغل كل هاي وليها تبليغها سوف حفها أنت مركي هندي يا لاهور يا باكستان يا أفغانستان شوغان يا مركي حجاز يا خليج كشوغان يا مركي صومالي هي ويكل دوين اسكو مبدأنا معها اسكو بحثنا معها اسكو أركت معها كلي وحقد حيسة ضوب كوين يا صلادة مكلا تكان هي سيدي حنفيد إن حنيها أبتوضى لقبصده واسكو التغليدة يا خروج في سبيل الله باكد حي وادو أركي سنبلال وحيدو كنجويد وذا تبليغوه سلفية وسوء عقيدة أشر حايو عقيدة على السنة والجماعة مسائل الأسماء والأحكام مسائل الألوهية مسائل الصفات نفس واحد أمن جدا أمن سن لكن خروف في زبل 40 يا بيحكوا هيا قولي وحال أرك نقشة بندية أو ديبندية أو نشق البقولة هين الدون كبا وقلوا إن المشركين كدوانيش يعني ذاتكو اسكمت طوائفتم معها بلدك واحدا صامين أي علماء ديسا صامين تذكر كحرين يبقى صامين تبليغ انت بدنا وحاوقف عن تبليغ صومالي ذا باوقف عن انت بدنا قولي الريح جازية خليجين تنا واحدا بيكغف عن صومالي ذا ما هي لما يشو هابي يكو بيه دكتاي فشح جازية خليج كو أرغتي سيفي عمبان وقود الله مركا نينك كسو كرميشا يدا كارر بدنا وانقا كمقان واحدا باو صحماي وحنا أقول لي هاي مجرد روح وطائفة ونصف شيكتو وحيوبا إذن كبانت هاي إن إذن حكم قوان كقالانين لكن آد تفصيل قليسان مجرد انتساب طائفة وحال والتكفيرية كلية ما كي طائفة أي تاي طائفة غير منتسبة للإسلام يهودي بان هاي بول أنو النصراني بان هاي مجوسي بان هاي بوذي بان هاي وحبا قد قد ميسم حد آمي سنت هاي بوذي محيطة دي ميسا وسط كرعينيس محي لا يو بودي بان معنده واه محي قال بان هيوي نصراني معنده واه محي قال بان هيوي نصب كنوع عاسة يكوى عن حكم شرع الوحرين ابن آدم كأي لب حيل دعي كرتميد في عني مدحم بين سكوي مادان وحي كعب بان تاني مركز هو سود دقيسو تفصيل تدقيق بكعب مادن هذا غير ما تنتاس أيو كوي إن شاء الله تعالى كلمتنا وان قماتي وحي هاري هالفردي إن شاء الله تعالى ووحي عن صوم بركو خلاصيو دردارا يرنا عن إذن تارتو وحي عن المركة إلى قمان وعد ما سنتهين جمعة صوص عين نقون دونتا مركو راح حدنا عن كدقان ربي لكن شايد ثومان كفردي وين عن صور دقائي سسان وخلاصيو مركو وقت ما نبعنا دردارا نكون حبان لتركيسو إن بضان بالإسكت دروري يمي كان أنو كيو لك الدوان هذا وحبذا وانا للدقوبي وقت من واسك جابه مرجع إن شاء الله ما سنتي وصل على الله وبركاته.